هلا هلا هلا، السلام عليكم الدكتور. وعليكم السلام، شلونك؟ شلون صحتك؟ عافيتك؟ استريح استريح، طالع من الجيم. شلونك؟ هلا بيك، شلون امورك؟ شو اخبارك؟ انا افتخر بك، ابن قاعد وياك. شكرا. السلام عليكم اخوة المشاهدين والمشاهدات، اليوم معانا دكتور مع التجميل داوود ساهر. اسمك؟ الماهر. الماهر المخرج، شنو مكتوب داوود الساهر؟ اتذكر هذا الاسم راح يكون بكل مكان، الماهر راح يكون. اتذكر. ممكن يعني اريد اسالك وتجاوبنا بصراحه. ممكن تحكي لنا عنك ومن وين حتى المشاهدين يعرفون عنك؟ شلون؟ ممكن تحكي لنا عنك شنو يعني سويت على مدى المشاهدين يعرفون عنك ايش سويت؟ شلون صرت دكتور؟ شلون هاي؟ الخبير التجميل داوود الماهر، اشتغلت باكثر من عياده داخل وخارج العراق، اخذت كورسات مكثفه في العلاج، وايضا انا اعمل باحد مستشفيات بغداد. اهلا وسهلا. اهلا بك. خريج شنو؟ خبير التجميل داوود الماهر. غير خريج كليه التجميل؟ لا، هو أو فنون جميلة. فنون جميلة؟ إيه. على سكت تحكي لي؟ لما مقتنع بيك، يعني أنت أصلاً كلك ما مقتنع بيك. ليش حبيبي؟ جد يعني هذا مو كلام مال مقدم ولا مال قناة. هسه جاوبني. جاوب شنو فنون جميلة على على. صديق اللح وياك وانطاني كل هنا المعلومات اللي وياك. إيه. ما عندي صديق. أسألك سؤال آخر، شنو العمليات اللي سويتها؟ الأسثيك ميديسن، يعني التجميل غير جراحي من خلال الليزر، من خلال الانجكشن. لا، أريد أسألك سؤال الآخر، شلون الصايم يحافظ على بشرته وسنونه؟ أوكي. بس راح نحكي علميا، لو حتظل تحشش وتسوي. ما حشش، جاوبني هذني. هنا سألتك يا أخي، مو المقدم. مقدم. أنت عوف الموضوع هذا، عوف. أني داود، أنا هسه راح بعد خمس دقائق وأطلع برا. أنت داخل الكلية، ليش ما تجاوبني؟ إذا أنت داخل كلية، أنت خاف مو داخل كلية يعني؟ خاف مو ماخذ هاي بالكلية يعني؟ لا، أنا أعمل أيضا بدائرة صحة الرصافة، أحد المستشفيات. لا هذا شو، أنا مو شايفك. وين تشوفني؟ يعني بالانستا، تيك توك، فيس، مو شايفك، ما حد ما يعرفك. انا عندي ويكيبيديا. انا با حبيبي، خليني اكمل. من تتوجه السؤال خليني اكمل، لا تقاطع. اني يلا تفضل اكمل، وحضرتك مثل ما انا محترمك وساكت. لا صحيح، انت ما تشوفني. وشنو يعني؟ واذا انت شنو حبيبي؟ جاوبني على قد الاسئله وهذه. إيه؟ لا موجود انا على التواصل الاجتماعي، على السوشيال ميديا، وفضل رب العالمين متابعين يحبهم ويحبوني، وشكرا لدعمهم. ايش قد متابعيك؟ هاي الاسئله شو كنت نخلص من عندها؟ السؤال ممكن يعني جاوبني. قليل. يعني ايش قد؟ قليل. 10. 10؟ اي. يا معدل رد روح. تعرف انا ايش قد؟ نصف مليون. نصف مليون. نصف مليون على انستا، واقل مقطع عندي على تيك توك 3 ملايين. مو هو هذا المحتوى وهذا المحتوى. السبب دزوا علي كل القنوات. زين انت شو تقدم؟ انا فين؟ اي، وانا بطل الحمد لله والشكر. بطل؟ انت لو نافخ شويه تفكيرك مثل عضلاتك. انت ايش نافخ بحياتك؟ قل لي. انا مو نافخ، انا معبي. معبي عقلي معلومات تفيد العالم. وانا المعلومات ايش؟ ولا معلومه انطيتني. لأن سلتك مو حلوة. عمليات تجميل مال النفخ، تشينا عنها، شلون تنفخها؟ يعني هو مو نفخ، هو التعبية بمادة الفيلر. إيه شلون؟ بس يعني أي إنجكشن هو. هسا إذا تقول لي فسر لي على شنو حلمك وشنو رياضتك، أنا فسرك إياها. شنو إنجكشن مكتوب قدامي؟ إشكن؟ إيه. لا، هو اكيد البيشنت اول ما يجي من خلال التحاليل عامه نعمله، من خلال فحوصات حتى نشوف هل هو بصحه جيده، هل هو ما يعاني من حساسيه ممكن انه تضره، من بعدها نضع له التخدير، من بعدها يتم عمليه الانجكشن بطرق حديثه. المخرج راح اختم البرنامج. دا احكياك. ماذا خلصت الاسئله؟ ماذا يصرف لهذا الحكي؟ من نحكي تقاطعني. راح اسال من يمي ولا تسأل ولا راح أجاوبك.
اقعد. وين؟ شنو انا مو بعينك؟ باوع باوع، قناة زاكروس انا جيتها قبل الموعد بنص ساعة. ليش؟ لأن هي قناة محترمة وقناة كلش انا احبها. شنو انا مو بعينك؟ اقعد. لا مو بعينك. استاذ حبيبي. لا بس اسمح لي. هسه انا بعد خمس دقائق خليني احكي. انا بعد خمس دقائق راح اطلع. بس العوائل اللي جاي تتابعك انت يا محترم شنو راح تشوف؟ حبيبي احسب علي انا هسه راح تشوف. شوف ترى اليوم احنا بس اسمعني لقى. اسمعني استاذ اقعد اخي اقعد. خلص اقعد. راح ترجع نفس الاسئله وترجع نفس المواضيع. اقعد ما قاعد بطوله. انت اقعد بعد ما اعرف شنو. اقعد اجلس شوي. احترم ناس تتابعك. احترم الطيب. احترم اخي. اكو عوائل تتابعنا. احنا اليوم جاي نخدم العائله. حبيبي غير انا سالتك كم سؤال وتجاوبني بصراحه. لا تقاطعني. اعزائي المشاهدين، اليوم ويانا خبير تجميل دكتور داود ماهر. شلون تزرع الشعر؟ ما ازرع شعر. لعد شنو اختصاصك لعد؟ زراعة الشعر كوادر مختصة مختلفة يدخل بها بعض الأمور الجراحية. ما نشتغلها يعني ما نعمل بها بالسنتر، لكن هي بالآونة الأخيرة أصبحت يعني من أساسيات الجمال اللي هو تستخدم ليزر؟ الليزر هو لإزالة الشعر أو لإزالة. هو شنو الليزر؟ بالله بس يعني أطوال موجية هي مختلفة. ممكن أنه كل طول موجي راح يكون ذو منفعة من خلال ناس تزرع شعر وتزيل الشعر. خلي أحكي بعدين أنت تحكي. هسا مو محترمك وساكت. تكمل سؤالك وأجاوب. مدا أحكي وياك أسئلة بس يعني على السرع. ما عاد أخي شنو على السرع؟ على السرع بتجاوبني يا حبيبي. يعني هسا أنا هسا وقتي هذا وكلامي ثقل إليك لأنه أنت عندك وقت. بس بقى حبيبي. شنو أردفتين بس بسرعة بسرعة. أنا صدقني عندي ناس مواعيدها أهم منك. أنا ما عندي وقت حبيبي. بس افهمني، الناس تزيل شعر وانت ما تزرع شعر، شلون هاي؟ يختلف هو بالليزر. انت تزيل يعني شعر وناس تخلي شعر، مو رحمة هاي. أخي هسا أنت مو موخر شعر جسمك لأن عندك نفخ وأوبر. لا هذا جسمه الطبيعي. جسمك طبيعي؟ كله طبيعي صدق. بوع 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 بحياتك ما تسوي هيك. إلك والعقلك بالأخير. وين رايح؟ اقعد. شنو مو بعينك؟ خلص 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 خلص. اقعد شو كنت بلشت بالبرنامج؟ خلص خلص خلص. امشي 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 روح امشي 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 روحي. لا ثواني امشي روحي. يلا ترى اني اقدمه. احنا قبل شوي تكلمنا. امشي روحي امشي يلا. انت من اللي يعرفك؟ من اللي يعرفك؟ انا هنا. ثواني بس ثواني. هنا بس ثواني. هنا زعيم الفن والمقدمين. هنا ور انت وين؟ تعال. على ايش رحت؟ شنو ما تحترمني انت؟ ليش ما تحترمني؟ شنو مو بعينك؟ جسمك وضعيتك خوش. شنو ما تحترمني؟ ودا داود. انا غايف. خوفتني بابا. شلون ما قلبي شلون قام يرجي يما بابا. هاي كلك ما تخوفني. عشرة نفسك ما تخوفني. بس ثواني استاذ ممكن تتفضل هنا؟ مستحيل. ما هو المقدم؟ حبيبي انت تعرف ليش تريد تروح قبل ما سالتني؟ هو مو مقدم اصلا. هاي مو مقدم ولا مقدم هذا الولد. انت خايف منه وتريد تروح. انا مقدمت البرنامج. هذا البرنامج الي. انت خايف على اساس المخرج جاي مخلي هذا البرنامج هنا؟ انت خايف واسئلتي صعبه ما تقدر تجاوب. هاي اسئلتك. هاي راح ادفعك ثمن غالي. هلا دفعك ثمن. انت ممكن تتفضل برا؟ اقراها زين. انت ممكن تتفضل برا؟ هلا ادفعك ثمن. شلون لغوه؟ بوا انت ترى عشان نفسك ما تخوفوني. يعني هو لا شيء هنا. انا ممكن تتفضل. بوا عزير سالم بنفسه ما يخوفني. انت ضيف يمي. عزير سالم. انت ضيف يمي. انت ضيف. بوا شلون قلبي قام يرجف يمه؟ مو قلت لك تحتاج عقلك وجسمك. اطلع برا غيث. اطلع برا.
انت ابو امنيه انت غيرت انت تطلعي برا انت تطلعي برا انا ابو امنيه ابو امنيه بس ما ادري على اي اساس المخرج والمعد جايبين هنا خليك مقدم تفضل هنا استاذ هيك اطلع مخرجنا انت على اي اساس تدخل لي هذا الشخص على انه مقدم اشتغلت وظيفه مستعجل على اي اساس تدخل انا الزعيم زعيم المقدم بو زعيم كل شيء نزل ايدك حبيبي نزل ايدك انا ما اشتغل عندك على المتزمين ترى بو ترى انا بو تفضل انا مو شايفك كلك يعني جيب 20 واحد مو خايف منك استاذ بس مو خايف منك لا تجيب 30 واحد مره انت استاذ مو قدرت اطلع والله استاذ استاذ بس تفضل بس لا بس لبسون لك مصورين من يكون انا راح اطلع برا يعتبره تهديد يعتبره اسخام بعينه انا احاسبه برا انا داوود اسفين اسفين زين تفضل استريح كلش اسفين احنا لين النور تاخرت علينا اختارينا نستعان اي مخرج انا سلمت عليه قال المخرج يعني هسه اذا احد يتاخر بالعياده تجيب شخص غريب يجي يشتغل لك نعتذر ما في تفضل استريح تفضل استريح تفضل استريح تفضل نعتذر اهلا بكم مشاهدي القناه الذاكره الفضائيه رجعنا وياكم بحلقه جديده حلقه هذا اليوم تتكلم عن المحتوى الهابط اللي موجود بالسوشيال ميديا هاي الايام هوايه نلاحظ احنا شخصيات اشتهرت ولكن اشتهرت بمحتوى محتوى ما له اي دخل بالفائده للعالم واصحابهم ابد ما يكونون مميزين وما عندهم محتوى مفيد اصلا حتى يقدمون للعالم هواية أشياء تنقصهم الثقافة وتطور الذات وهواية أمور ولكن للأسف الناس قامت تشجع هاي العالم وتعطيهم مشاهدات وتعطيهم لايكات فإحنا اليوم حنتكلم عن هذا الموضوع يا الأستاذ الموجود يعني أنا هنا مرحبا أستاذ شلونك إن شاء الله بخير أحب أقول لك شغلة بداية زين أول شيء عرفنا عن نفسك أنا داود المهر خبير التجميل أهلا وسهلا قدم نصائح للناس من خلال السوشيال ميديا من خلال أنه ممكن زيارتهم للعيادة وأكيد المتابعين واللي يزورونه من داخل وخارج العراق أعمل في إحدى مستشفيات بغداد وأيضا بإحدى العيادات الخاصة طيب إحنا مثل ما ذكرت قبل شوية نتكلم اليوم عن المحتوى الهابط فأنت ويانا هسه كنت بمقلب هذا الشخص كان هنا نحن متفقين وياه كان دي يمثل غير احنا كلش اسفين ولكن نريد نوصل زين هو انا متبلغ يعني انه برنامج صحي اعتذر دكتور كنت بمقلب ويانا جد اسفين احنا صدقتك انت بعدك حاليا بصدمه لا انا اول ما قعدت قلت لهم المقدم وين قالوا المقدم شنو غيث من كان جالس هنا ودي اتكلم وياك كان دا يبرز الشخصية اللي اشتهرت بمحتوى هابط صراحة هذا الموضوع يعني أنا أفضل أنه كل شخص يتبع محتوى يشوف نفسه به إن كان من خلال شهادته إن كان من خلال مهارته من خلال ممارسة للحياة أنه شنو اليوم أنا موهوب بشنو أنا متميز بشنو شنو رأيك بذول الفئات اللي اشتهرت بدون أي فائدة للمجتمع؟ صراحة يعني أنا كنت ضد من البداية لكن أنا حالي حال ملايين يعني أنا أعلق ممكن وما أسكت على هذا الموضوع أعلق لأنه اليوم أنت تنشرين موضوع هادف موضوع مفيد ناس ما تتابعه ممكن هذا يضحك هذا ما أعرف بس هو ما يضحك هو ده يقصد الإساءة لعائلته لنفسه الأصدقاء دكتور ما حد يرى الحلقة أعرض أتذكر الشيء اللي صار لا لا بالعكس يمكن لو الموضوع يعني تناقشنا بيه أنا من البداية يمكن ما كان وصلنا فكرة بس لما من خلال أسئلتي وحتى أنا قمت أجاوبه استفزك هو بالأسئلة أنا قمت أجاوبه غلط أصلا لأنه ما يعني ما محترم فكرته أصلا هي هاي يعني أنا ما رد أتنمر عليه لكن اليوم أنا بمكان محترم قناة محترمة ما يصير أنه أنا أسوي هيك شكراً لك تسلم لهنا أنا انتهت فقرتنا لهذا اليوم وانتهى المقلب بضحية جديدة وإن شاء الله تكون وصلت لكم الفكرة
ضحية أنت كنت. ها يعني أكو ها. طبعاً وإن شاء الله تكون وصلت لكم الفكرة بشكل صحيح وقدرنا نوصل لكم إياها إنه ابتعدوا عن المحتويات الهابطة، ولكن ما انتهينا لهنا، ننتظرنا بحلقات قادمة وبمقالب أخرى. شكراً لكم، شكراً لمتابعتكم.